وعلى فكرة كل الفرق اللي توجت بطلة لدوري المحترفين لم تخسر على أرضها. وكرة للعين، بلنتي للعين، بلنتي للعين في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول، وبطاقة صفراء تظهر. هكذا يبدأون هذا اللقاء. كرة انفرد فيها محمد عبد الرحمن وعرقل حكم المباراة كان قريب، وبالتالي ركلة جزاء للعين في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول. شوف الإعادة، شوف جان هيئها بشكل ممتاز. هل فيها ركلة جزاء أم لا؟ أكيد بأن الأستوديو التحليلي في أبوظبي الرياضية سيتحدث عن هذه الكرة، والحديث كبير عن الحكام، لكن في النهاية قرار حكم المباراة السيد محمد عبد الله حسن ركلة جزاء للعين وفرصة للتقدم للعين في هذه اللحظات. أكيد بأن الظفرة لم يتمنى بأن تكون الأمور بهذه الطريقة. الدقيقة الثالثة، عبد الباسط محمد وجان الهدف الكبير، النجم الكبير أسم وجان ابن أكرم الغاني، النجم الأول في فريق العين، جان على تنفيذ ركلة الجزاء، جان ليتقدم الزعيم، جان يتقدم. الله الله يا جان قبل التوقف، الزعيم لا يتوقف، العين يتقدم بهدف أول عن طريق الغاني، هداف الدوري في الموسم الماضي. بهذا الهدف إجيان يصل إلى الهدف رقم 25 مع العين، هدف أول. الزعيم يتقدم لتبدأ هذه المباراة. شوف إجيان تقدم بثقة، حطها بثقة، محظوظ بكل تأكيد من يملك كهذا النجم، لكن يجب عليه بأن يركز كثيرا في هذا اللقاء. الكرة وصلت لي يعقوب الحوسني، تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمين لصالح العين، فوزي فايز لعمر، لفوزي خذوا هات لوهيبي. الله 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 يا جان الفنان أسم وجان، كرة ثلاثية أشكال هندسية، العين يتقدم بهدف ثاني، لكن شوف الإعادة. الله على جان، الله على اسمه جان، مالك حل مالك حل مالك حل يا جان، ماذا تقدم؟ شوف الكرة، عمر الوهيبي خذوا هات الوهيبي لجان. الله على الزعيم، هدفين في شوط المباراة الأول، والظفرة يتأخر في هذه اللحظات. إجيان لا تترك وحيدا، إجيان يحتاج إلى مراقبة لأكثر من لاعب، أليس هو من قدم مباريات كبيرة في مونديال جنوب إفريقيا؟ أليس هو من وصل بغانا إلى الأدوار النهائية؟ كل شيء متوقع، كل شيء حاضر. عمر عبد الرحمن يرسل كرة، الله على التفاهم بين الشقيقين، على التفاهم بين الاثنين، عمر عبد الرحمن لمحمد عبد الرحمن، الزعيم يسجل الثالث، العين يسجل الثالث. نعم إنه العين على أرضه في ما بين جماهيره وسط هذا الحضور، ثلاثية عينوية، عودة الكبرياء، العين يعود، الزعيم يعود هنا في دار الزين. لكن شوف التمريرة من عمر، نظرة محمد عبد الرحمن كان في المكان السليم، الرقابة كانت غائبة إطلاقا، الرقابة كانت غائبة إطلاقا. الزعيم بأجمل صورة، بأجمل حلة في شوط المباراة الثاني. الكرة بتلعب لجان، جان لعمر، لعمر. الله 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 على هذا الزعيم، الله على البنفسج، الله على العين. ماذا تريد؟ ماذا تقدم؟ أي أداء هذا؟ أي متعة هذا؟ يسجل ويصاب
الله على الهدف الرابع. الزعيم يسجل هدفين ويريد أن يسجل نتيجة كبيرة جدا في هذا اللقاء. في مباراة أولى استفز وخسر بستة، في مباراة ثانية سجل أربعة، الآن أربعة. شوف له هيب التمرير يا عيني على جون لعمر عبد الرحمن، أي قوة هذه! من بإمكانه أن يوقفها؟ من بإمكانه أن يوقفها؟ عمر عبد الرحمن، الله عليك، الله عليك، الله عليك يا فنان. هدف رابع يسجل في هذه اللحظات عن طريق عمر عبد الرحمن، الرقم 10، يضع بصمة في هذه المباراة. 4 أهداف، الجماهير العينوية تشجع بحماس كبير، عاد شخصيته ويتقدم الآن بالأربعة. عمر يمرر لجون، جون، جول 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 للعين. إنها انتفاضة الزعيم، إنها قوة الزعيم، إنه كبرياء الزعيم. يقسو في اللحظات الأولى في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء خماسية. انت شو تسوي؟ شو تسوي يا جون؟ 7 أهداف حتى الآن في هذا الموسم، إذا وصلت لعمر ومررها لجون هي في الجول، ما فيها كلام، ما فيها نقاش. الله عليك، الله عليك، الله عليك. الغالي ما له حل، إجيان لا يمكن إيقافه. هدف خامس يسجل، يحتفل بطريقة الخاصة الأسمراني من السك علي إجيان. 2-1 يوم ما سجل حمد عبد الرحمن هدف وعباس موي هدف. كرة بتلعب للعين، الله الله يا زعيم، الله يا بروسكي، أي بداية يا بروسكي. الأسترالي الكنغارو يسجل هدف في المباراة الأول، في الظهور الأول له مع العين. هدف سادس، خيبة أمل كبيرة. شوف التمرير، لاعب هداف يسجل السادس. أصبحت كبيرة، أصبحت ثقيلة، أصبحت لا تطاق يا ظفرة. شوف التمريرة، شوف 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 بروتكي، هدف كبير يسجل هدف للعين، هو الهدف الأول. 28 سنة، القادم من شميز الياباني، الأسترالي الأول الذي يلعب للعين، اللي لعب موسمين في اليابان مع شميزو. كرة للعين، عمر عبد الرحمن، هلال سعيد، هلال لبروسكو، يا يا على العين، على الزعيم. الله يا بروسكو، بروسلي وليس بروسكو، بروسلي وليس بروسكو، أرسلها بشكل عجيب، بشكل غريب. النهاية كانت مثيرة، الزعيم يسجل الانتصار الأكبر في هذا الموسم. محمد عبد الرحمن سجل الهدف السابع. يا الله على صناعة بروسكو، بروسلي اللاعب الأسترالي اللي صنع. شوف 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 شوف، يا يا السلام، والكرة في الشباك سجلها محمد عبد الرحمن. هنيئا لكم يا العينوية بهذا اللاعب الأسترالي بروسكو، الذي من خلال الهدف اللي سجله ومن خلال الكرة اللي صنعها يبدو بأنه مكسب كبير، أكبر نتيجة في دور المحترفين في هذا الموسم.